مرحبا عمو. اهلين عمو، تفضل هذا البنطلون للأنسة أميرة. الله يسلم هديات. تفضل يا عمو. شكرا. الله معك، مع السلامة. وصلت على الحارة، بيني وبينك ما كنت حاسب أمري إذا بفوت على البيت ولا بطلع لفوق لعند أميرة. طالع على الدرج بأمان الله، وبنفس المكان نفس الدرجة التقيت بكاتي. انتبهي الدرجة. الله. مرة تانية خليك أسرع شوي. صار لك شيء؟ لا لا سليم. أنت ساكنة هون بالحارة؟ لا عمو، أنا ساكنة بالحارة اللي وراكم. عمو؟ لهالدرجة مبين كبير؟ يعني كبير لدرجة لازم أقول لك عمو. بس أنا قل لي عمري 40 سنة. آه بس؟ وأنا عمري 23. يعني مو ظابطة قصة عمو. خلص، نادي لي دكتور، دكتور معروف. تشرفنا، بس أنا مو الدكتورة. مو الدكتورة كاتيا. عن إذنك. عفوا. ما بعرف شو صار لي، مرقت من قدامي مثل النسمة. يمكن أنا محتاج يصير معي هيك شيء. ما معقولة هالبنت أخذت لحالي. ليه؟ إذا بتقلي إنه صار شيء بينك وبين هي اللي اسمها كاتيا بدي أذبحك. ليش بقى؟ لأنه مو معقول كل الأحداث المفصلية بتصير معك بنفس المكان. يعني أنا إذا كتبت هالرواية وأروى الناس شو بدهم يقولوا؟ أكيد بدهم يقولوا أسلوبها مفتعل. أقسم بالله كل حرف قلت لك يا صار بدون أي مبالغة أو افتعال. خلص بقى. معقول هالصدفة الغريبة؟ ما هي الحياة مجموعة صدف. جوهر الموضوع هو قرارك لما تصير معك هالصدف. أنا من 25 سنة لو كنت متأخر بس دقيقة لفوت على البناية كانت تغيرت كل حياتي. ما كنت التقيت بالنور ولا كان صار هذا الشيء كله بعيلتنا. تخيلي بقى كيف كان ممكن تكون الحكاية. ماشي، شو صار لما التقيت بكاتيا؟ صرنا نلتقى على الخفيف، بعدين لقاءاتنا صارت تكتر، علقنا ببعض. حكيت لها عن كل شي مر معي، عن هند، قصتي مع نور، وكيف بعدين رجعت لهند وتجوزنا. كاتيا تعلقت فيي كتير، حبتني، وأنا كنت مبسوط بالحالة. يمكن كنت محتاج لوجود بنت بحياتي تطالعني من الفراغ اللي كنت عايشه. باختصار كاتيا رجعت لي الربيع لحياتي. فينك تقولي عنها بنت غريبة وغير كل اللي عرفتهم بحياتي. كل اللي عرفتهم بحياتك من كتر ما عرفت بنات بحياتك، يعني هن التنتين صرعتنا فيهم. كاتيا غيره. لك بنت مجنونة حرة بتعيش الحياة بطريقتها، ليكي فهمانة ومثقفة، وبتحسي انتي ومعها بطاقة إيجابية. عشت شهرين من أحلى أيام عمري. هلأ معقول شهرين فايت طالع أنت وياها وما حدا انتبه عليك؟ ليش مين داير علينا؟ كل واحد مشغول بهمه. يا سلام. طيب والباقي؟ كله على حاله. جمال عم يشتغل بورشة البناء بالمستشفى. بس بتعرفي فاجأني هالولد، بتقولي إله 20 سنة عم يشتغل بالمصلحة. طيب مريم وسامر؟ مسكين داب فيها. فينك تقولي صار مريض. وهي عم تلعبوا على أصابيعها، حرفيا عم تتسلى فيه. ومازن وأميرة مثل العادة مقضيين خناق ومشاكل.